منتصف الليل بتوقيت الجزائر، نشرة الأخبار. أهلا بكم وإليكم أبرز العناوين. بقوة وإصرار تؤكد الجزائر عزمها على العودة بقوة لمواصلة الجهود الدبلوماسية وتمكين دولة فلسطين من العضوية الكاملة بالأمم المتحدة بعد إفشال الفيتو الأمريكي لمشروع القرار. الدبلوماسية الجزائرية تنجح في حشد تأييد غير مسبوق في مجلس الأمن. وفي جلسة التصويت الأولى من نوعها في حق فلسطين، امتنان فلسطيني لجهودي الجزائر وعميق امتناننا للجزائر الشقيقة. ولكل داعم لإعادة طرح القضية الفلسطينية على أسسها الصحيحة. وفي الأراضي الفلسطينية أكثر من 42 شهيداً وأزيد من 60 مصاباً في غارات صهيونية خلال 24 ساعة الماضية، وانتشال 30 شهيداً كانوا مدفونين في مقبرتين بمجمع الشفاء الطبي. تفاصيل النشرة، أهلا بكم من جديد. الجزائر لن تتخلى عن القضية الفلسطينية ولن ترتاح حتى تصبح دولة فلسطين عضوا كامل العضوية في الأمم المتحدة. هكذا التزم السيد رئيس الجمهورية، وبالثبات والقوة نفسها اقترن القول بالفعل. ورافعت الجزائر بوضوح وشدة من جميع المنابر الدولية عن قضية عادلة وحق مشروع لشعب مظلوم. وبهذا الوضوح والعزيمة دخلت الجزائر مجلس الأمن بخارطة طريق واضحة المعالم، أساسها وضع العالم أمام مسؤولياته التاريخية وكشف من يحترم القوانين الدولية ومن يحق له التحدث عن الإنسانية أو باسمها. التقرير لنجوى جدي. من على منبر الأمم كان الصوت واضحا والموقف محسوما. جاءت كلمات الرئيس تبون حينها مترجمة لمبدأ جزائري ثابت نحو حل القضية الفلسطينية. وإن كانت السياسة هي فن ممكن، فمن خلال خطابه أكد السيد الرئيس أن العدالة للفلسطينيين هي الممكن الذي يجب أن يتحقق. مهيبا بالضمير الحي للمجتمع الدولي أن يتحمل المسؤولية الأخلاقية والتاريخية من أجل تمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره واسترجاع حقوقه كاملة غير منقوصة، مع تجديد المطالبة، وألح على ذلك تجديد المطالبة بعقد جمعية عامة استثنائية لمنح دولة فلسطين العضوية الكاملة فيها. ومع كل كلمة وزنت ومع كل جملة صيغت، سطرت الجزائر ورقة طريقها لتدخل مجلس الأمن على نفس متجدد وطويل. خاضت داخل أروقته ملحمة دبلوماسية استخدمت فيها كل أدوات التفاوض والضغط لجمع الدعم الدولي وتعزيز الوعي بما يعانيه الشعب الفلسطيني والظلم والتواطؤ الذي تعرضت له قضيته العادلة. الطريق لم يكن سهلا، والجزائر كانت تدرك ذلك وواجهت تحديات كبيرة في مسعاها، وقدمت مشاريع قرارات غير مسبوقة العدد في ظرف لا يتجاوز 14 أشهر. مع ذلك أظهرت اللحظات العصيبة والمناقشات المحتدمة في الكواليس مدى التزام الجزائر بمبادئها وقدرتها ونجاحها في توحيد الكلمة في وقت يصعب بل ويستحيل فيه الجلوس على طاولة واحدة والخروج بقرار موحد لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني والعدوان على غزة بتلك الإرادة التي لا تنين في مواجهة الظلم والتهميش. إعادة طرح القضية الفلسطينية على أصولها وأسسها الحقة وتسليط الضوء على جوهرها الذي لا يقبل التشويه ولبها الذي يأبى التشكيك أو التحريف.
وأمام أعلى هيئة دولية عرض السفير بن جامع محملا بأمانة تاريخية مشروع قرار ينادي بحق فلسطين في العضوية الكاملة تطبيقا لقرارات السيد الرئيس وتوجيهاته. تمكنت الجزائر من حشد 12 صوتا، ومنها دول كانت تحمل إلى وقت قريب مواقف مغايرة، وللأسف لم يتم اعتماد القرار نظرا لاستعمال أمريكا لحق الفيتو مجددا. إن التأييد الساحق لتطبيق دولة فلسطين يبعث برسالة واضحة وضوح الشمس، دولة فلسطين تستحق مكانها الصحيح بين أعضاء الأمم المتحدة. جلسة التصويت هذه هي الأولى من نوعها في تاريخ فلسطين بعدما تقدمت بطلب مماثل سنة 2011، غير أن الطلب لم يحظى بالتأييد ولو بصوت واحد على مستوى مجلس الأمن آنذاك. وإن جسدت كلمات السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور الألم والأمل في الوقت نفسه بعد الإخفاق في صياغة قرار يدعم مطالب فلسطين، وهو يروي بدموع لا تخفي قوتها الظلم الذي يلاقيه شعبه. بل أن شعبنا الفلسطيني كافة في كل أماكن تواجده يريد الحياة ويتشبث بها. هذه الكلمات لم تكن مجرد خطاب، بل كانت صرخة للإنصاف تعانق قلوب أحرار العالم. وهنا نجدد عميق امتناننا للجزائر الشقيقة وللمجموعة العربية والإسلامية ودول عدم الانحياز وكل من دعم طلب عضوية فلسطين وكل من صوت لصالح مشروع القرار. I salute you in the name of the Palestinian people and their leadership. وعلى خلاف حق النقض تتحدث الأصوات المتعددة في قاعة مجلس الأمن بلغات مختلفة، لكنها ترجمت إلى لغة واحدة، لغة السلام والاعتراف بالحقوق، متجسدة في صوت واحد، صوت فلسطين. نحن ملتزمون بالاعتراف بفلسطين. علينا التصويت بشكل إيجابي لدعم العضوية الكاملة لفلسطين. تؤيد دولة قطر مشروع القرار المقدم من الجزائر العضو العربي بالمجلس. واسمحوا لي أن أقدم الشكر الجزيل للجزائر الشقيقة على وضع القضية الفلسطينية كأولوية على أجندة أعمال المجلس، بما في ذلك عضوية دولة فلسطين في الأمم المتحدة. كلمات هؤلاء الداعمة لفلسطين أعادت إلى الأذهان اللحظة التاريخية سنة 1988 حين أعلن ياسر عرفات من الجزائر استقلال دولة فلسطين. في ذلك اليوم قال عرفات إن العدالة وحدها لا تحرك عجلات التاريخ، واليوم تكرر الجزائر النداء مطالبة العالم بأن يستيقظ لإعادة التوازن إلى ميزان العدالة، لا لإقصاء فلسطين، نعم لإدماجها في المجتمع الدولي. وبي الأراضي الفلسطينية المحتلة لا يزال العدوان الصهيوني الغاشم يرتكب مجازر مروعة بحق المدنيين الأبرياء جراء سلسلة غارات عنيفة استهدفت منازلهم بأنحاء متفرقة من قطاع غزة ليسقط بذلك العديد من الشهداء والجرحى. التقرير لهدى الربح لهدى العموري. الإبادة الجماعية الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني الأعزل متواصلة لليوم 97 بعد 100 بارتكاب أبشع وأفظع المجازر، حيث قصفت وبكل وحشية منازل المدنيين ودمرتها فوق رؤوس ساكنيها في أنحاء متفرقة من قطاع غزة، ليستشهد أكثر من 42 شهيدا وأزيد من 60 مصابا خلال 24 الساعة الماضية، فيما تم انتشال 30 شهيدا كانوا مدفونين في مقبرتين بمجمع الشفاء الطبي، إحداهما أمام الطوارئ والأخرى أمام قسم الكلى، لترتفع بذلك حصيلة الشهداء إلى 34,012 شهيدا و 76,833 جريحا منذ بدء العدوان على القطاع.
وفي الضفة الغربية المحتلة استشهد 7 بينهم قائد كتيبة طول كرم في سرايا القدس أثناء اشتباك مع قوات الاحتلال الإسرائيلية في مخيم نور شمس، فيما أصيب 3 آخرون برصاص قوات الاحتلال كذلك في مواجهات في بلدة بيتا جنوبي نابلس. ومنذ شن الاحتلال الصهيوني عدوانه الغاشم يواجه سكان قطاع غزة كارثة بيئية جديدة تهدد حياتهم، وذلك بتوقف جميع آبار المياه في القطاع بشكل كلي، وهو ما يتطلب من كافة الجهات المعنية ضرورة التدخل العاجل لتوفير الوقود وإعادة تزويد المواطنين بالمياه بشكل عاجل وإنقاذهم من حالة العطش الشديد والأزمة الصحية والبيئية التي ستتفاقم أكثر في حال استمرار الجرائم الصهيونية على غزة. في ختام زيارة العمل التي يقوم بها إلى نيويورك، شارك وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف أمس بمقر منظمة الأمم المتحدة، شارك في جلسة نقاش رفيعة المستوى للجمعية العامة حول تنفيذ أهداف العشرية الأممية للطاقة المستدامة، وهي الجلسة التي شكلت فرصة لاستعراض تجربة الجزائر على الصعيد الوطني وأكد جهودها الرامية للمساهمة في تحقيق الأمن الطاقوي على الصعيدين الإقليمي والدولي. وعلى هامش مشاركته في جلسة الجمعية العامة، أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف لقاء مع ناظره السيراليوني موسى تيموثي كابا، استعرض خلاله جهود البلدين في تعزيز التنسيق في إطار عضويتهما المتواصلة بمجلس الأمن. كما تحدث أحمد عطاف مع ناظره الإيراني حسين أمير عبداللهيان حول متابعة تنفيذ نتائج المحادثات التي تمت مؤخرا بالجزائر بين رئيس الجمهورية وأخيه الرئيس الإيراني إلى جانب تطورات الأوضاع في قطاع غزة والمساعي المبذولة على مختلف المستويات نصرة للقضية الفلسطينية. في شأن آخر، أفادت وسائل إعلام إيرانية أمس بحدوث انفجارات مدوية سمعت في محافظة أصفهان وسط البلاد، وأكدت وكالة أنباء إرنا الرسمية أن الانفجارات سمعت في مدينة قهجويرستان وقاعدة شكارية 8 للقوات الجوية للجيش الإيراني. ونقل عن مسؤول بمنطقة الفضاء الإيرانية قوله إن الدفاعات الجوية الإيرانية أسقطت عدة مسيرات صغيرة بنجاح. هذا وقال التلفزيون الرسمي الإيراني إن المنشآت النووية الإيرانية لم تتعرض لأي ضرر. في سياق النشاط العملياتي الحثيث والمتواصل للفرق الجمركية، تمكن أعوان والفرقة المتنقلة للجمارك التابعة لمصالح مفتشية الأقسام للجمارك ببرج بوعريج بإقليم اختصاصي المديرية الجهوية للجمارك بسطيف، تمكنت من حجز 837 كبسولة من نوع بريباغالين 8300 ميليغرام، تم ضبطها على إثر التفتيش الدقيق لجرار مموهة ومخفية بإحكام وسط شحنة من الرمال وحجز وسيلة النقل المستعملة في التهريب. كما تم على إثر ذلك إخطار الجهات القضائية المختصة. العملية التي تم تنفيذها تكرس يقظة وجاهزية أعوان الجمارك وكاد تجندهم التام والدائم في أداء التزاماتهم المهنية في مكافحة التهريب وحماية المواطن من كل ما من شأنه المساس بصحته وسلامته أو تهديد أمنه واستقراره. كشف مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في تقرير جديد له أمس تزايد الاتجار بالمخدرات في منطقة الساحل بشكل حاد، مشيرا إلى أن راتج القنب وهو أحد أكثر المخدرات انتشارا في المنطقة مصدره المغرب الذي عرف في السنوات الأخيرة زيادة كبيرة في الإنتاج. ويشير المكتب إلى أنه بالإضافة إلى الطريق المباشر بين إسبانيا والمغرب يتم نقل راتج القنب بشكل أساسي عن طريق البر من المغرب إلى موريتانيا ومالي وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد، كاشفا عن وجود طريق بحري بديل آخر من المغرب إلى أبواب خليج غينيا.
كانت صحيفة الإسبانيولة الإسبانية قد كشفت في مارس الماضي عن فضيحة جديدة تتعلق بتهريب المخدرات بين شبه الجزيرة الأيبيرية والمغرب، متهمة البحرية الملكية المغربية بالتواطؤ في ذلك من خلال مشاركة زوارق دورياتها في عملية إدخال المخدرات إلى إسبانيا. في موضوع آخر، تم أمس بإيطاليا انتخاب المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري كعضو في اللجنة المديرة للمؤتمر الدائم للسمع البصري المتوسط كوبيام خلال الدورة السنوية 31 والجمعية العامة 30 للمؤتمر. كما تم انتخاب أيضا الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الفلسطينية في اللجنة نفسها. بالمناسبة، تم انتخاب التلفزيون الجزائري على رأس لجنة تبادل الأخبار، وهي إحدى اللجان الموضوعاتية السبع للكوبيام، والتي تجسد من خلال برنامجها التعاون المتوسط في مجال السمع البصري بين ضفتي المتوسط ضمن التبادل المشترك للخبرات والمعارف البينية. في أخبارنا الرياضية وفي كرة القدم، لعبت أمس مباريات الجولة 23 من عمر الرابطة المحترفة موبيليس، التي عرفت محافظة مولودية الجزائر على الصدارة رغم تعادلها سلبا مع نجم مقرة بملعب بهذا الأخير، فيما عاد الملاحق النادي الرياضي القسنطيني بفوز ثمين من خمشلة على الاتحاد المحلي بهدفين لواحد. بدوره فاز شباب بلوزات على اتحاد بسكرة بأربعة أهداف دون رد. أما الوفاق الصيفي فقلب تأخره إلى فوز على شبيبة الثورة بهدفين لهدف واحد. كما حققت جمعية أولمبي شلف فوزا مهما على متذيل الترتيب اتحاد وادي سوف بهدفين نظيفين. فيما تستكمل الجولة اليوم بإجراء لقاء نادي أتلتيك بارادو مع مولودية البيض. وفي رياضة النخبة، توجت الجمبازية الجزائرية كيليا نمور بالميدالية الذهبية في اختصاص العمودين غير المتوازيين أمس ضمن المرحلة الرابعة من منافسات كأس العالم 2024 الجارية فعاليتها بالدوحة بقطر خلال الفترة الممتدة من 17 إلى 22 من الشهر الجاري. الرياضية الجزائرية البالغة من العمر 17 سنة حلت في المركز الأول برصيد 15.366 نقطة، متبوعة بالفلبينية روي فيفار ليفي، فيما عادت المرتبة الثالثة للبيلاروسية إلينا تسي تافيز. مبروك للجزائر. بإذا نختم مشاهدينا، شكرا لكم على كرم المتابعة. ليلة هادئة والسلام عليكم.